مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، حنا كنتواجدوا بالسوق اسبوعي حد السوالم في رحبه ديال الدجاج بالضبط. بغينا نسولوا الناس بائعين الدجاج، يعني شحال من واحد رفض، يعني جوج ديال البائعين اللي تكلموا معنا وهضروا معنا وقالوا لنا الاسباب ديال الارتفاع ديال الدجاج وراد ايام الثمن ديالو طار في السماء، طار الثمن وطار الدجاج. الا بغيتوا تعرفوا الارتسامات ديال هاد البائعين ديال الدجاج اجيو معنا. شريف بخير، الله يبارك فيك. بائع الدجاج، اللهم لك الحمد. هي يا خويا بائع الدجاج في حد السوالم، في حد السوالم. قول لي يا خويا الثمن يعني ديال ارتفاع الدجاج وطار السماء هاد الايامات هاد. اخويا السبب ديالو الرئيسي هو العلف، العلف غالي، العلف ديال الدجاج غالي، هذا هو السبب. لا كاين حتى ترونسبور وكاين شله حوايج اللي كتخص هاد الشيء. يعني دابا بشحال خديتي الدجاج حتى اليوم؟ خديتو ب 370 وكاينه الجمله، الجمله والدجاجه البيضاء مخوضه 270 الكروازيه. وشحال كتبيع دابا الكيلو؟ الكروازيه ب 300 والرومي ب 400. 400 درهم، 400 يعني بحال كدي فيه 30 ريال. 30 ريال وانت مسلكك 30. اللهم لك الحمد. واش غندير؟ الله يصوب على الجميع. وشي رساله منك؟ وشي رساله مني، الله يرفع علينا هذا الغلاء والله لا بغينا ربي يصوب علينا وعلى الجميع. كنا كنقولوا الله يرفع الوباء، دابا الله يرفع الغلاء. الله يرفع الغلاء، هذا هو اللي كاين اخويا. خويا ما نكذبش عليك، السبب ديال هذا الارتفاع هذا كيف ما كيذكروا لنا الناس اللي مقابلين هذا اللي عندهم فيرمات وهادشي كيقولوا بانهم السبب سيكالي ما عندهمش الدعم ديالو. المهم كيعطوا الاسباب ديالهم. بالنسبه لينا حنايا غير كنتقداو، حنا كديروا حتى الدرهم ديالك ولا شنو؟ بحال اليوم 420 ريال، الا جيتي في الطوطال كتلقاه مقيوم عليك انت ب 390 ريال، عاد باش تخلص واحد الصانك والمسائل ديالك كتلقاه عليك ب 400، يعني عندك درهم اللي كتعطيك في الارباح. درهم في الكيلو، هادشي اللي كاين اخويا، ماشي بحال الحانوت اللي كيلعب على 3 درهم ولا 2 درهم، عنده الماء عنده الضوء عنده مثلا الضرائب، فهمتيني؟ حنا السوق عندنا غير الصانك كتخلص تخرج لك شي ودير الدرهم ديالك. يعني كتبقى لك درهم ارباح في الكيلو. هادشي اللي كاين، هذا هو الدرهم صافي. يعني دابا انتم من سولتوا الناس المنتجين قال لك السبب هو ثمن العلف. ثمن العلف اللي هو ارتفع مؤخرا. وشي رساله منك؟ رساله مني للناس المسؤولين في هذه البلاد انهم يتجهوا او لا يحطوا الانظار ديالهم على الطبقه الفقيره او لا الطبقه الكادحه ديال هذه البلاد هذه، لانه حنا كنتبيع ونشتروا مع الناس ديال الباديه مثلا في حد السوالم، كنبيعوا ونشتروا مع الناس ديال المدينه. شو عندنا الناس ديال الباديه وما كنبيعوا ونشتروا معاهم، يعني واحد الطبقه اللي هي صعيب عليها بهذا الثمن هذا. ما نهضروش غير على الدجاج بالضبط، كنهضروا على بزاف المنشوجات، ولكن انت في حد ذاته هذا السؤال اللي كيهضر على الدجاج فاعطينا الجواب ديال السؤال ديالك. كنتمنى الرساله ديالك توصل. شكرا، تحياتي.